اول حاجه ان شاء الله يا حمل في تطور مادي، الدنيا هتريح كده بقى ان شاء الله، والحاله الماديه هتظبط شويه، وهنبتدي بقى عندنا شويه امان من الحاله الماديه. كويس، في عجله حظ كمان باذن الله، الحظ هيدور. اما انت هتبتدي بيزنس، اللي بيبتدي بيزنس دلوقتي يا جماعه now is the time، الوقت كويس جدا جدا، عايز يعمل اي مشروع كبير او صغير يعني ايا كان، في عجله حظ عندك والدنيا العجله دايره دايره ان شاء الله، في تيسير في الامور، الدنيا باذن الله فيها تسهيل، فيها تسهيل متيسره. عندنا كوين اوف وانز، في قياده بقى شويه دلوقتي يا حمل، قائد في مجالك، في المكان اللي انت فيه، يعني لو انت بتشتغل في شغل قدمت مثلا، فبقالك لا بقى ليك بوزيشن كده، فان الناس انت بقوا تابعين ليك، مش شرط على فكره تكون وصلت لمرحله ان انت مدير او حد انت فوق حد، بس بخبرتك وادميتك بقيت قائد في مجالك. انا بشوف الكارت ده كمان بيديني بقى رساله تانية خالص غير الموجوده في الكتاب ده يا حمل، انت عندك العقل وعندك المشاعر الاثنين مع بعض ماشيين مع بعض الشهر ده، والقطه الحلوه اللي قاعده قدامك دي شخص منك، شخص منك، شخص قريب منك جدا، بيحميك، واقف قدامك حارس يصد عنك ويمنع عنك اي اذى، انت عندك حمايه، واضح ان عندك حمايه من شخص انت عزيز عليه جدا. في كمان كارت مش لطيف، الناس اللي مش شاكين ان ممكن يكون في علاقه ثلاثيه في حياتهم سواء هم او شريكهم، دي طاقه علاقه ثلاثيه، بليز كانكم ما سمعتوش حاجه، الكارت ده بيبقى معناه الاحتفال. كويس، احتفال بشيء معين، بس انا برضو مايله ان هو مش احتفال، دي في حد في عنده علاقه ثالثه، هفسر لكم الموضوع اكتر، مش شرط تكون العلاقه قامت بالفعل، ممكن يكون مجرد تفكير في شخص تاني، حمل يفكر شخص تاني غير اللي معاه، وممكن يكون برضو الحمل اكتشف ان شريكه هو اللي بيفكر في حد تاني، او ممكن يكون في علاقه مع حد تاني. الصوت، طيب ترتب عليه هنا بعد، انا شايفه هنا فراق بعد مرحله من المعافره والخناق والدفاع عن النفس او المنافسه، في حاله منافسه شديده، في حاله توتر بالنسبه للموضوع ده، بس انا عايزه اطمنكم ان الموضوع هيهدى، يعني الميه اللي بتتحرك كتير، في اكشن كده كان حاصل، الميه اللي بتتحرك كتير كتير قوي دي هتبتدي تهدى. الصوت، طيب اعمل ايه طيب بالصوت ده يا جماعه عشان الصوت يبقى كويس؟ انا لازم اشتري مايك. طيب قولوا لي كده لو الصوت بالنسبه لكم كويس، انا قربته. بنبتدي نبعد عن الميه اللي بتتحرك بسرعه دي ورايحين لميه هاديه، يعني انت ان شاء الله عديت بمرحله او هتعدي بمرحله فيها شويه نزاعات وشويه ميرسي يا لولي، فيها شويه اكشن ويعني فيها شويه احداث متتاليه بسرعه جدا، ورايح لمكان اهدى ان شاء الله. في ناس بتقول الصوت وحش وفي ناس بتقول الصوت حلو، كلامك والله صح وانا بحب ده. ميرسي يا فاطمه، طب طالما بتقول الصوت كويس، اللي عنده مشكله في الصوت يا جماعه يخرج ويدخل تاني. طيب شايفه حاله انعزال او حاله انسحاب من الحمل، قرر ان هو ينسحب بناء على حاله التوتر اللي هو فيها دي، قرر ان هو ينسحب ويفكر لوحده بهدوء. مش عارفه ليه الدنيا ابتدت تقلب معايا دلوقتي لحاجه تانيه خالص، شكلك كده يا حمل تسرعت واطلقت حكم مش صح، ليه؟ شايفه شريك بيحب، شخص بيحب، بيقدم لك شيء، بيحبك بجد،
دي مشاعر حقيقية، المشاعر دي مشاعر حقيقية. ركز كده يا حمل، يمكن تكون اتسرعت وما كانش في علاقة ثلاثية أو حاجة، يمكن يكون دي مجرد أوهام في دماغك. هنشوف دلوقتي هيأكدها لي الحالة العاطفية، هنشوف. بس خلينا نتكلم في المجمل. الحالة الصحية للحمل إن شاء الله كويسة، باين عليها كويسة جدا، في تطور مادي زي ما قلنا، في عجلة حظ بتدور، في تيسير في الأمور، الدنيا إن شاء الله هتبقى أكتر مرونة، شايفة قيادة وشايفة عقل وقلب ماشيين مع بعض على خط سواق، وشايفة هنا كمان حد بيحميك واقف قدامك حارس، شايفة طاقة علاقة ثلاثية يعني نتج عنها حالة صراع وخناقة كبيرة جدا، شايفة حالة انسحاب وتفكير بتمعن، بتفكر لوحدك، عايز تفكر لوحدك، عايز تنعزل عن العالم يعني عن اللي حواليك، مش عايز تكون مع حد. هيتأكد لي القراية اللي أنا شفتها دي إذا كانت صح ولا لأ، وإنت فعلا أسأت الحكم أو ظلمت شريكك ولا لأ، هيبان. بس أنا شايفة إن الشريك بيحبك، الحمل دلوقتي اللي مع شريكه، شريكه بيحبه. Page of Cups. بالنسبة للناس السنجل، الناس السنجل دي مشاعر جديدة، اوكي، مشاعر جديدة، مشاعر يعني اللي هي في اولها اللي هي بتبقى مرهفة دي. الناس اللي ما عندهمش ارتباط من الحمل الشهر ده بإذن الله في مشاعر جديدة. شايفة فراق، بس ده مش طبعا ما اعتقدش ان مش بالسرعة دي ان يحصل الفراق ده. في فراق، في بعد، بس البعد ده لمصلحتك يا حمل. بس الدنيا شكلها هتهدى، في مية هادية بإذن الله هتعدي بيها. دي القراءة اللي أنا شايفاها. أنا مش قادرة أستنى وعايزة أشوف القراءة العاطفية أخبارها إيه عشان أعرف اللي أنا شوفته ده مظبوط ولا لأ. تمام. اللي هيسألني في سفر ولا لأ الحمل، أنا مشوفتش كارت سفر الشهر ده. الحالة الصحية كويسة والحالة المادية إن شاء الله في تطور. إن شاء الله عشان إيه يا نهد بعد الشر عليك يا حبيبتي؟ الصوت لو سمحتي ماله يا بابينا، الصوت كويس على فكرة يا جماعة. هنصوت الأبراج دي يا جماعة، بعد لما نخلص اللايف النهاردة هنبتدي تصويت الشهر الجديد والأبراج الجديدة. أوكي، مفيش صوت. طب يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت ممكن يجرب يدخل يخرج من اللايف ويدخل تاني. تمام. اوكي. الصوت حلو وواضح، اللي بيشتكي من الصوت اكيد من عنده مشكله. ميرسي يا ياسمين، ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اهي اهي منكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما شاء الله الدنيا حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمل، الناس اللي قالوا لي صح جدا، اللي شاكين في علاقة ثلاثية او ان شريكهم بيخونهم، انت تسرعت يا حمل، الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هياش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة، غلطة يعني، انت اللي في القلب، فاهمين قصدي؟ ممكن تكون غلطة حصلت لكن ما هياش علاقة، يعني علاقة لا، هي ما وصلتش للمرحلة دي، ممكن تكون هفوة. لاني شايفة الطاقة كويسة جدا، الطاقة اسرة سعيدة. الناس اللي لسه ما ارتبطوش دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام، قاعد وبتطلق احكام،
يعني بالراحة عليه شوية يا حمد، لأن واضح إن أنت تسرعت فعلا. أتمنى يكون كده. أنت شايفه إزاي؟ أنت شايفه حبيب، رجوع شخص حبيب يعني بتحبه، شخص عزيز عليك جدا، شخص قريب لقلبك، الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي، فرص جديدة، هنبتدي فرص جديدة، لعلي أكون سبب إنه السوء التفاهم أو الفهم الغلط اللي حصل عندكم ده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي، هنبتدي ندي فرص إن شاء الله لبعض وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو إزاي، تسمعوا خبر حلو وفي شمس بتطلع، نجاح العلاقة بإذن الله ناجحة وفيها سعادة وفيها أمان وحاجة بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. فهنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمد إنها حفوة، يعني عديها عديها، مش مقصود بيها خيانة، ومش مقصود بيها إنه يبعد عنك خالص. لأ الشريك، لأ الشريك بيحبك 100% 100%. طيب تعالوا نشوف. اوكي تعالوا نشوف المجموعة التانية. وولاء بليز حبيبتي اختار لنا بقى بنوتة النهاردة للقراءة الخاصة المجانية. بص يا منة، ممكن تكون علاقة قديمة بس هي مشاعر جديدة بتحسوها لبعض، ممكن تكون قديمة، احتمال. ميرسي يا سحر قوي قوي، تسلمي لي يا روحي باذن الله. ميك اب ارتست زوزو، كلامك صح قوي، بشكرك يا ام خالد. حاج محمد تسلمي لي، بشكرك باذن الله باذن الله حبيبتي، كل الخير ان شاء الله ليكم. سنجل ساره، لو انت سنجل انا شايفه في علاقه جديده للحمل الشهر ده، في شخص هيظهر ان شاء الله او يعني في الفتره اللي جايه دي. تمام، بشكرك جدا يا وائل، شكرا شكرا يا سامي، يا ربنا يخليكي، روعه، ايه الكلام الحلو ده، تسلمي لي. طيب يلا نشوف بقى المجموعه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حيرة جامدة يا حمل، حيرة من حاجتين، في حاجتين محيرينك مش حاجة واحدة، حاجتين.